الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أهلا وسهلا بكم. علي أحمد الجرجاوي، مواطن مصري، سنة 1906، أرى خبر إن اليابان عاملة مؤتمر ديني. الهدف من المؤتمر ده اختيار دين اليابان. توجه علي أحمد الجرجاوي للأزهر لعرض الموضوع عليهم. للأسف الأزهر الشريف ما قدرش يعمل حاجة. قرر علي أحمد الجرجاوي إنه يسافر بنفسه ويعرض الإسلام على الإمبراطور في اليابان. علي أحمد الجرجاوي ما كانش إنسان ثري، ما كانش عنده فلوس يقدر يسافر بيها. باع حتة الأرض اللي عنده وتوجه إلى اليابان. رحلته لليابان كانت غريبة وعجيبة. ركب سفينة من اسكندرية واتجه إلى إيطاليا، وبعد إيطاليا تونس، وكان ناوي ان هو يلف حوالين افريقيا عن طريق مضيق جبل طارق. وجد ان الموضوع هيكون طويل جدا ومحتاج فلوس كتير هو لا يملكها. رجع تاني للسويس، ومن السويس سافر لنيودلهي في خلال 4 ايام، وبعد كده اتجه الى هونج كونج في الصين، ومن هونج كونج سافر لطوكيو. وبسبب مجهوده ربنا وفقه وقدر يعرض الإسلام على الإمبراطور الياباني، وكان سبب في دخول كتير من اليابانيين للإسلام. علي أحمد الجرجاوي تحدى كل الصعاب، ضحى بوقته بفلوسه علشان نصرة الإسلام. دورنا دلوقتي إن احنا نعمل زي علي أحمد الجرجاوي على الرغم من الاختلاف الكبير بين الزمن بتاعنا وبتاعه. محدش يتحجج بالإمكانيات الضعيفة اللي عنده. ممكن تعمل فيديو صغير تنشر بيه معلومة عن الإسلام تكون سبب في نصرة الإسلام. صفحتنا على الفيسبوك وصفحتنا على اليوتيوب إمكانياتها ضعيفة، تابلت وقلم وكوباية شاي بالنعناع. ساعدونا في نشر أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أتمنى أقدر أنشرها بكل لغات العالم. بدأت باللغة العربية اللي أنا بفهمها وأقدر أتقنها. لو اقتنعت بالفكرة حاول تعمل شيء للإسلام، مش أقل من إنك تشترك في القناة وتعمل لايك وشير، ولو أكتر من كده يكون أفضل ليك أكيد. هدفي إن شاء الله أنشر الأحاديث النبوية الشريفة اللي ذكرت في كتاب معالم السنة النبوية مع ذكر نبذة عن الراوي. بدأت الطريق وإن شاء الله هوصل لنهايته، وأتمنى توصلوا معايا. لو عجبتك الفكرة انشرها بين صحابك، نتعلم السنة النبوية الشريفة، لأن ده هو الطريق للجنة.